بالاخص هذه السيده هذه اللي قلت لك التيطاونيه معمره حيدت ليا من البال ليومنا هذا، معمره حيدت ليا من البال. علاش؟ لان عملت شي حاجه لي. الله يا اخي ماشي عملت لي ما داروش الوالد ديالي يا صاحبي. واخ اكثر واحد ما تنساش الطعنه ديالك. والاخ ديالي ماشي انت قلت لي قبيله السيده اللي سبابي دخلت للحبس اشنو قلت لي؟ الله يسامح. الله يسامح وهي مدخلتك قلت لي 18 عام ديال الحبس. هاني انا عطيني هذه ديالي يا صاحبي حشومه عليك. وراه علق شوف هذه دخلتني للحبس على قبل داكشي وهو دا لي داكشي اللي دخلت على قبله للحبس فهمتي يعني هو راه داير كثار وكثار وكثار. اخي احمد اخي في نظرك الجزء الاول غيكون اخوتك شافوه؟ ضروري شافوه. ما تفاعلوش ما يوصلني ميساج بانه راه تشاف. ضروري شاف وصلني ميساج. ما كاين لا اتصال لا ما كاينش الجرأة باش يتصل. فين هو الجرأة باش يتصل؟ راه خاصك تكون سيدي ومولاي باش تتعصر. راه خاصك احساس الضمير شي حاجه. لا ما كاينش الضمير راه الا متستحي فافعل ما شئت. فين هو الضمير؟ الضمير راه في مدرسه الضمير. شوف وري الناس فين ساكن. عايش بيت الحمد لله. من الحمد لله بخير وعلى خير. الحمد لله الحمد لله نحمد ربي. من انا بحال طحت بالباره فهمتي ديك الطيحه وتقطع لي الباره وسط الطريق. انت سمعت باك؟ قلت لك ما قلت لك اخي انت اجمل حاجه بقى فيك هي الابتسامه. الله يكبر بك. واش غادي ندير؟ واش غادي ندير؟ اشنو غادي ندير؟ تبارك الله عليك. عرفتي شنو؟ الا ما ابتسمت غادي نقتل راسي. ماشي غادي ننتحر. القلب حتى شاده بيدي وسناني والله ما نقتل راسي بالله. مزيان لا غادي نقتل راسي بالفقصه. غادي ندخل مع راسي الهم وندخل. وانا اصلا بديت كنشيب انايا في هذه الفتره. تخيل كنضحك وبديت كنشيب. وتخيلكم ما كنتش كنضحك وما طالقهاش. راه بزاف الناس حق اسمح لي بزاف الناس كانوا كيقولوا في التعليقات ديالهم ان هذا السيد هذا مشاو ليه وكيضحك وكيدير. خويا انت في بلاصتي شنو غادي دير اللي ما تضحكش؟ تشري قنب وتقج راسك مثلا؟ لا ما نمشيش لخوتي. وانا راه قلتها راه كون جاو في العقليه ديال 21 عام راه ما يبقاش كيمشي على رجليه نقولوا. ولكن ما مشيش ليها اخي. تابعنا الموت ومن قتل نفسا بغير حق وفساد في الارض كانه قتل الناس جميعا ومن احياها كانه. ماشي كنقول بحال كون راه داعيه اسلامي ولا شيخ ديال الازهار ولا ما نعرف شنو. مي توجهت لطريق الله وليت كنعرف شي حوايج. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.